أسعد الله صباحكم مشاهدي نشرتنا لهذا اليوم الاثنين 16 نوفمبر. المنخفض الجوي هو منطقة تكون قيم الضغط أقل ما يمكن في مركزه، وتدور معه الرياح ضد عقارب الساعة، ويكون مصحوبا بوجود تيارات هوائية صاعدة، وأحيانا يصاحبه تكون الغيوم وسقوط الأمطار مع رياح مثيرة للغبار. بالأمس كان الطقس غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا على بعض المناطق خاصة الغربية. والآن إلى الطقس الحالي، حيث تشير صورة الأقمار الإصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم إلى تواجد بعض السحب المنخفضة على أقصى غرب الدولة والجزر. وبالنسبة مشاهدينا لدرجات الحرارة الحالية والمسجلة في حدود الساعة 10:30، أقل درجة حرارة مسجلة حاليا في جبل جس 15.6 درجة مئوية، بينما أعلى درجة مسجلة 29.7 في عجمان، وكانت العظمى بالأمس 32.4 على سويحان الساعة 2:30 ظهرا. وبالنسبة مشاهدينا للطقس المتوقع، حيث تشير الخارطة السطحية المحللة إلى تواجد منخفض جوي على جنوب شرق الجزيرة العربية مؤثرا على معظم مناطق الدولة، مع امتداد مرتفع جوي شمال غرب الخليج العربي مؤثرا على غرب الدولة، وتكون الرياح جنوبية شرقية ليلا وصباحا، تتحول إلى شمالية شرقية إلى شمالية غربية بعد الظهر والمساء، ويكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق خاصة الغربية والجزر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب غربا. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، في الساحلية في أواسط العشرينيات، وفي الداخلية في بداية الثلاثينيات، بينما في الجبلية في بداية العشرينيات. وبإطلالة سريعة مشاهدينا على حالة البحر في الخليج العربي، متوسط ويضطرب أحيانا صباحا في مضيق هرمز، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدم إلى 3 أقدام قرب الساحل، ومن 3 إلى 5 أقدام بالعمق يصل إلى 6 أقدام في مضيق هرمز صباحا. المد بيكون الساعة 2:48 ظهرا، والجزر الساعة 8:32 صباحا. أما في بحر عمان بيكون متوسط، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدم إلى قدمين قرب الساحل، ومن 2 إلى 4 أقدام بالعمق. المد بيكون الساعة 11:45 صباحا، والجزر بيكون الساعة 6:17 مساء. أما بالنسبة لأوقات غروب وشروق الشمس على مدينة أبوظبي، الغروب بيكون الساعة 5:35 مساء، والشروق بيكون الساعة 6:40 صباحا. أما أوقات اختفاء وظهور القمر، الاختفاء بيكون الساعة 9:41 مساء، والظهور بيكون الساعة 11:14 صباحا. طقس الغد يكون صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق خاصة الغربية والجزر، وقد تتكون بعض السحب المنخفضة عصرا على السلاسل الجبلية، هذا وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب الخفيف غربا. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، حفظكم الله أينما كنتم وفي أمان الله.